كانت قوي يا خال. معلش يا ابني دي المعلمة، انت عارف المعلمة في لبنان يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني معدية التمانين. معدية التمانين؟ ده هتلاقيها ولية كبيرة بقى ومتسيغة وعمالة تجر رجليها من كتر الصيغة اللي لابساها. اوبا هي دي المعلمة. شبه نادية الجندي. الجندي نفسه. الله الله ما شاء الله الله. هاي شو عم تعمل؟ بطلب الاسانسير. اصل كنت عايز اطلع اقول لك كلمه في ودني. مهضوم ده قعدت زينا ولا؟ طب انا اعمل ايه؟ اقعد؟ اقعد عادي؟ روقته؟ احنا مستنيين حد يروقنا. ايه ده خال؟ دي جايبه لنا كوز لانشو. لا ياض ده هو الحشيش بس صلاح وعبد الفتاح. حسس وقول النتيجه. عناية يا قليل الادب. اعذرنا يا خال اصلا انا وسخ. تقولش على نفسك كده خالك اوسخ. عشان تبقى معلم تعرف الحتة من أول ما تمسكها بإيدك، تجيبها يمين تيجي معاك، تجيبها شمال تيجي معاك، لمؤاخذة في الكلمة تسخنها تطرى في إيدك. حياتك يا خال كله دلوقتي مضروب، ما عادش في أمان. الريحة والملمس لا يمكن يتضرب أبدا، مش كده يا قمر؟ أكيد. يلا ماشي. حنة ولبان دكر وقشر برتقان يا خال. مبروك عليك مسيو علي. مسيو؟ ده هما اللي مسيو يربوني. بقول لك ايه يا قطة؟ في عندكم بلات؟ طبعا، نحن اللي عنا البلز. ايه ده يالا؟ ده حبوب هلواسة يا خال. اخرس. أنا يمكن أنزل البلد حاجة زي كده وأضر بيها الشعب. أنا وطني. ثم أنا اسمي السبيشياليست. تخصص حشيش. ده عامل زي الحلاوه اللي بنجيبها من طنطا، شبه حب العزيز. الربع بقرش. حلو ولذيذ. الربع بقرش. خد يا سف دول. بس ديروا بالكم هيدول حبوب كتير قوية. احنا محترفين يا قمر. احنا العيال عندنا بيفطروا بيه الصبح. احنا احفاد الفراعنه، 6000 سنه حضاره، والف من عندي يبقى 7000. بس معلش الدولار ببهدلنا. هلا اهم شيء كل شيء جاهز، انت امين حالك بالمينا والشحن بكره بيكون عندك. انا نفسي اعمل زياره للتاتو ده. مسيو علي انتو بكون شيء؟ مسيو علي انتو منيح؟ لا احنا من مصر. يلا ولا ها قوم بينا عشان شكلنا هنبهدل الدنيا ومش قادر. يلا يلا يلا. خايف. ايه ده؟ انا خايف يا خير. احنا واقفين فوق جبل. الله احنا في المقطم ولا ايه؟ وانت ازاي وفي ميه؟ مين قال لك ان الميه قطع في المقطم؟ كانوا قالوا في الشريط اللي بيكتب تحت ده. قالوا ايه ولا عادوا ايه ولا عادوا ايه؟ نادر عليا لو ربنا رجعنا مصر بسلام. لعب الكولدير تحت باب البيت. وانا نادر عليا لو رجعت مصر اشيل الكولدير ده. ليه؟ اهو كده. ايه ده؟ ايه؟ البيت اهو. صحيح البيت اهو. لا 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 اهو. ايوه البيت اهو. البيت اهو. لا لا البيت اهو. ايوه اهو. هنروح له ازاي؟ هنعوم. عوم؟ عوم يا خال. هنعد من واحد لثلاثة ونقفز. ايه؟ من واحد لثلاثة ونقفز. نقفز؟ بتعرف تقفز؟ عيب يا ولد. عيب. ربنا يستر. ربنا يستر. واحد. روحني يا ابني. حاضر. عايز اروح اشوف لك حنطور. لا شوف لي بيتش باجي. بيتش باجي؟
يا بيتش باجي بيتش باجي بيتش اول الباجي حري 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 ايده هاني تعال 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 حري هاني ايه وزر انت ايه تعمل ايه هنا يا حبيبي حريه حريه بتقول ايه بصراحه انا مش عارف بس ده كان شعار بيتقال في المظاهره انت ايه بقى اللي بتنيله بالظبط يعني انا سايبك على الطياره بتعمل برنامج خطوات الشيطان اجي دلوقتي الاقيك واقف في مظاهره للجيز مجموعه من الاخوه دول يعني كانوا رافضين زي حالاتي الفسق والفجور اللي بيدور جوه فانت قلتوا تعملوا الفجور بره طب ما تيجي تنضم معانا هتتبسط جدا انت اتبسطت جدا صباحيا مباركه انا من الاول لما شفتك قلت لك انت وير ما بلاش شتيمه بقى وقله ادب يا هاني من ساعه الطياره قله ادب ايه يا حبيبي انت ماسك عالم ريمبو في ايدك وراسم لي ريمبو على دماغك وماله الرينجو يعني يا هاني في ايه الرينجو ده يعني رينجو ريمبو ريمبو انت مش فاهمني انت اللي مش فاهمني يا حبيبي انت واقف في مظاهره للال جي بي تي نعم هو ده اسم الجماعه لا ده وصف للجماعه لا ما هو انت شكلك فيه سوء تفاهم يعني انت يا بيبو عايز تفهمني ان انت وقفت معاهم عشان اتطردت بس نعم بيبو طيب انت عارف يعني ايه جيز؟ لا توقعت ماشي جيز يا حبيبي يعني شواذ يعني انت بتفسر كلمه انجليزي بكلمه تانية انجليزي ما انا مش فاهم عجله طب ليه بيداري كده ولا هو داري كده ولا هو داري هو ده وقت غنى هاني حبيبي انا بشرح لك هاني قول لي كده في وشي على طول عشان انا مش فاهم بصراحه طب لف تعالى الف اديني ودنك انت خايف مني انا يعني وسايبهم هما شواذ دول اللي هما قوم لوط قوم لوط ليه تقول لي على انت ما شفتش عملوا فيا ايه احكي لي انك تاخد اخد طبعا وانا صغير نهار اسود نهار اسود ايه بقى يعني انت ما حسيتش باي حاجه يا بيبو ولا انت كنت بتستعبط في لون يا هاني معلش سوري يا بيبو على اللي حصل سوري طيب انت ليك في الكوره هو ده وقت لعب كوره لا نتفرج على ماتش في ماتش مهم النهارده تعالى نتفرج عليه بس اديني ربع ساعه اخلص تحكيم ونروح سوا ماشي يلا يلا بيبو ارمي بقى اللي في ايدك ده ايه ده ايه ده قلك يا خال ما تفتحش الشراعه او الدبان دخل ما احنا ما نعربيهاش للدبان ونقول ده قدر الرحمن دخان انا ولعبت يا زهر دخان واتبدلت اللي وما خان مش قادر وما خان انا مش عارف الحاجات اللي بتحصل انا تعبان فيه بشوف حاجات ايه ده اللاب في التلفزيون ده اشتغل لوحده ليه كده يكونش تلفزيون مركزي مركزي ايه ايوه ايوه في لبنان بيبقى تلفزيون مركزي زي التكييف كده والمصحف الشريف ايوه